بسم الله الرحمن الرحيم، تحية صباحية رمضانية لتلامذتنا الأعزاء. معكم عبد الله، الأستاذ عبد الله الديحاني، أستاذ تعليم ثانوي تاهيلي لمادة الاجتماعيات بالثانوية التاهيلية باب أحمد بن محمد يحظيها التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بالعيون، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، العيون الساقية الحمراء. حصة اليوم تلامذتي الأعزاء ستكون بعنوان، أو هذه الحصة ستنقسم إلى شقين اثنين. الشق الأول مرتبط أساسا بما هو نظري، في حين أن الشق الثاني من هذه الحصة سيكون تطبيقي، واخترنا لكم خلال هذه الحصة ترسيخ مهارات وتقنيات رسم المبيانات باعتبار أنها لها أهمية كبرى في جميع المستويات، سواء كان جدول مشترك بجميع شعبه او الاولى بكالوريا علوم تجريبيه، وكذلك السنه الثانيه بكالوريا علوم انسانيه واداب عصريه. محاور هذا الدرس، قبل ذلك سوف نعرف المبيان. اذا تعريف المبيان، المبيان بداية نقول على أن علم الجغرافيا يعتمد في وصفه وتحليله للظواهر البشرية والاقتصادية والطبيعية على علم الإحصاء، الذي يهتم بجمع المعطيات وترتيبها وتلخيصها ثم محاولة إعطاء تفسير أو تأويل لها. إذن من خلال هذه المقدمة يمكن تعريف المبيان على أنه ترجمة مرئية للجدول الإحصائي، يمكن من إبراز خاصية أو وتيرة تطور لظاهرة ما، والتي يصعب استكشافها عن طريق الجدول. فالمبيان شكل من أشكال التعبير الجغرافي، بواسطته تتحول الأرقام والنسب المئوية إلى معلومات وحقائق واضحة ومشخصة تسهل عملية الملاحظة والمقارنة. النقطة الثانية، سنتحدث عن أساسيات المبيان. لا يمكن أن نتحدث عن المبيان إلا بوجود مجموعة من النقط أو من الأساسيات، وهي العنوان، ثم المفتاح، المقياس، ثم المصدر. أما أنواع المبيانات فهي عديدة، وسنقتصر خلال هذه الحصة على ثلاث، هو المنحنى البياني، الأعمدة البيانية التي تنقسم إلى عمودية وأفقية، ثم المبيان القطاعي الذي نقصد به الدائرة أو نصف الدائرة. أول محور في خلال هذا الدرس الذي سنعمل على شرحه هو مبيان المنحنى، يتم اختياره عند وجود ظاهرة تتطور عبر الزمان باستمرارية، نموذج الولادات، الوفيات، الهجرة إلى آخره. ويتم إنجازه بوضع محورين أساسيين، محور الأفاصيل ومحور الأراتيب. المحور الأول محور الأفاصيل يقسم إلى أبعاد حسب المقياس المناسب، ويسجل عليه السنوات أو الميزات الإحصائية الواردة في الجدول الإحصائي. ومحور الأراتيب الثاني هو المحور الثاني، ومحور الأراتيب يتقاطع مع المحور الأول الأفاصيل، ويقسم إلى أبعاد حسب المقياس، ونسجل عليه النسب المئوية أو الحصيص. ثم أخيرا تحديد نقط التقاطع الخاصة بكل سنة وما قابلها بالنسب المئوية أو الحصيص. الآن سنترككم تلامذتي الأعزاء مع درس تطبيقي أو مع تمرين تطبيقي للمنحنى للمبيان بالمنحنى. إذن سنبدأ بأول تمرين يخص بالمنحنى، وهو عبارة عن جدول يظهر لنا ويبين لنا تطور أعداد العاطلين ببعض الدول الأوروبية، ونخص بذكر إنجلترا وفرنسا بالألف. إذن يكون السؤال المطروح هو حول معطيات الجدول إلى مبيان بالمنحنى. إذن السؤال هنا واضح، ولكن هناك بعض الأسئلة يجب على التلاميذ أن ينتبهوا لها. لماذا؟ لأن السؤال كان واضح، حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب. أغلب التلاميذ يقتصروا على معطيات فقط إنجلترا أو فرنسا، ولكن المطلوب منكم هنا معطيات الجدول بمعنى الجدول ككل، ولم يكن السؤال حول معطيات الجدول الخاصة بإنجلترا أو فرنسا إلى مبيان مناسب. إذا الانتباه للأسئلة ضروري. إذا أول عملية سنقوم بها
كما قلنا قبل قليل في الشق النظري هو رسم محور الأراتيب ومحور الأفاصيل، إذا الذي يكون بشكل عمودي يسمى بالأراتيب، والمحور الثاني الأفقي يسمى بالأفاصيل. إذن عند رسم محوري الأراتيب والأفاصيل نبدأ بأول محاولة تواجهه أو أول مشكلة تواجه التلاميذ في معاملتهم هو اختيار السلم أو اختيار المقياس. ما هي العملية التي نقوم بها؟ نقوم بهذه العملية باختيار أعلى نسبة مئوية أو أعلى قيمة خلال هذا الجدول، وأعلى قيمة هي 6034، أعلى قيمة في هذا الجدول. ما هي العملية؟ نقوم بقسمة هذا العدد أو هذه القيمة على طول المحور الأراتيب، يعني بسنتيمترات نقوم بعملية. إذا كان طول الأراتيب 10 سنتيمترات فإننا نقوم بعملية قسمة هذه القيمة 6034 على 10 تعطينا 600، وبالتالي أول سلم وهو القيمة باختيار السلم هو 600. إذن نكتب الآن في محور الأراتيب، هنا يكون الصفر ولا تعتبر، يعني الصفر هو نقطة الانطلاق وليس أي عدد ثاني، ثم 600 1200 2400 3600 4200 5000 ثم 5600 ثم 6200. إذن محور الأراتيب هنا خاص يكون دائما متعلق بالقيمة أو بالنسب المئوية، الألف، المليار، البرميل، اليورو، الطن إلى آخره، مجموعة من القيم أو النسب المئوية. ثم الأفاصيل لدينا هنا السنوات، دائما محدد في السنوات. إذن السنوات لدينا محورين، أو سوف يتم اختيار كذلك بسلمين بعشرة بأربع أو خمسة سنتيمترات، نعم خمسة سنتيمترات، 1929 1930 1931 وأخيرا 1932. إذن العمل التي سنقوم به الآن سوف نحدد هذه النسب انطلاقا من محور الأراتيب والأفاصيل، ونقوم بعملية إسقاطها على السنوات. ننطلق في سنة 2000، أول سنة لدينا هي 1929، أو أول نسبة هي 1204000 من العاطلين بالنسبة لإنجلترا. العملية التي سنقوم بها الآن هي تحديد هذا العدد 1204، يعني هنا نقوم بعملية تحديد هذه انطلاقا
إذن سوف نحدد هذه النقطة. نفس العملية سوف نكررها مع السنوات، سوف نبدأ بإنجلترا 1930 1694، نبحث هنا عن 1600 1200 1400 1600. إذن النقطة هنا باستعمال المسطرة كذلك. ثم لدينا سنة 1931 لدينا 1666، نبحث عنها في محور الأراتيب. ثم أخيرا 1932 1660 1660. إذن فنقوم بجمع هذه النقط في مستقيم واحد الآن. سوف نتطرق الآن إلى العنصر الثاني وهو فرنسا. سوف نتعامل بنفس الطريقة التي تعاملنا معها بداية باستعمال المسطرة. سنة 1929 لدينا النسبة 2484 ألف من العاطلين. سوف نبحث في محور الأراتيب عن هذه القيمة 2484 بنفس العملية. إذن سنة 1930 لدينا 3041، سنة 1931 لدينا 4744، سنة 1932 لدينا 6034، إذن نعمل كذلك على ماذا؟ نعمل على جمع هذه النقط. إذن أشرفنا على الانتهاء من هذا الرسم أو إنجاز المنحنى، الرسم البياني بالمنحنى، وكانت النتيجة على هذا المنوال. إذن يمكن تسجيل الآن العنوان. العنوان كان لدينا هو جدول تطور أعداد العاطلين
ببعض دول أوروبا بالألف، ونقلب أو نغير الجدول باسم مبيانين، أو نكتب العنوان تطور أعداد العاطلين ببعض الدول أو ببعض دول أوروبا بالألف. ثم نتطرق إلى أو نكتب المفتاح. المفتاح هنا حتى يسهل على المصحح أو على الأستاذ أو على الآخر في قراءة هذه، يجب كتابة كل دولة بلونين. لدينا اللون الأول هو إنجلترا، ثم النقطة الخط الثاني باللون الأزرق فرنسا. إذن هذا هو المفتاح. ثم يتبقى لنا المقياس، ولدينا هنا مقياس إما نوعين، إما مقياس عددي أو رمزي، لك الاختيار أيها التلميذ والتلميذة في اختيار المقياس الذي يناسبه. إذن تحدثنا على أن كل 5 سنتيمتر التي قمنا باختيارها تساوي لنا 600,000 معطل. إذن 600,000 معطل هي تساوي 5 سنتيمترات، أو اختيار هذه القطعة بخمسة سنتيمترات، ونقوم بوضع 0 و600,000 معطل. ثم آخر عملية سنقوم بها وضع هذا العمل داخل إطار حتى يعطي جمالية لهذا العمل. ولكن عندما نتحدث عن وجوب اختيار الألوان، وجوب اختيار كذلك باستعمال المسطرة هنا، إذن يجب أن تعطي جمالية للتمرين باختيار الألوان وبكتابة مثلا محور أراتيب. كتبنا هنا الألف بالأسود، إذن لزاما علينا أن نكتب هنا السنوات بنفس اللون، كذلك القيام بنفس الألوان، والسنوات كذلك بنفس الألوان. إذن إلى هنا تلاميذتي الأعزاء، ننهي حصتنا الأولى في رسم أو تقنيات رسم المبيانات بتطبيق المبيان بالمنحنى. على أساس الحصص القادمة إن شاء الله سوف نعمل على إنجاز تمارين خاصة بالمنحنى بالأعمدة، ثم المنحنى القطاعي. ورمضان مبارك كريم للجميع.